يعني المفروض هذه تقدم الى القضاء العراقي. عرفين اليوم سيد الكاظمي كان رئيس وزراء العراق، وهو الحامي الاول عن العراق سواء كان سياسيا اقتصاديا امنيا، والمطلوب المفروض من السيد الكاظمي ان يكون في يعني جدول اعماله ومحاربه الفساد. اذا اكو هناك مثل هذه الملفات يجب على السيد الكاظمي تقديمها الى القضاء العراقي حتى ياخذ دوره بمتابعه هؤلاء الفاسدين. الفيصل سيد الفاضل مثل ما قلت انا قبل شويه، اليوم اي جهه سياسيه سواء حكومه السودان او حكومه السيد الكاظمي او اي شخصيه سياسيه او اي حتى لو كان وزيرا، اذا ما كانت هناك ملفات فساد على شخصيه ما يجب على هذا ان تقدم الى لجنه النزاهه الى البرلمان العراقي الى القضاء العراقي حتى يتابع هذه الملفات. فبالتالي اليوم مطروحه هذه الامور، السيد الكاظمي مطالب وحتى حكومه السيد سؤال مطالبه ان تقدم هذه الملفات على اي شخصيه سياسيه مهما كان يعني حجم هذه الشخصيه ومهما كان دعم هذه الشخصيه ومهما كانت انتماءات هذه الشخصيه. اليوم هذه الاموال اموال عراقيه، وهذا الفساد قد اخذ يعني الكثير من العراقيين. فبالتالي اليوم كل الشخصيات السياسيه مطالبه بتقديم هذه الملفات للقضاء العراقي، والقضاء العراقي هو من يتابع هذه الملفات، هو من يحقق في هذه الملفات، واذا ما ثبتت هذه الامور على هذه الشخصيات يجب محاكمتهم ايا كانت هذه الشخصيه.